سجن بلا أبواب ولا زنازين، رعب ومتاهة لا تنتهي. سجن قارة الغامض يسمى أيضاً السرداب أو الدهليز أو المطبق الإسماعيلي، هو السجن الوحيد الذي لا يملك باب. دخلوا إليه المئات ولم يستطع أحد الخروج منه. في مدينة مكناس المغربية تم بناء هذا السجن، ويقال أن مساحته مجهولة. بناه السلطان المغربي المولى إسماعيل لكي يسجن فيه المجرمين والمعارضين له ولحكمه. أما بناؤه على هيئة دهاليز ومتاهات معقدة جدا، ففي كل قاعة يوجد ممرات، وكل ممر يقود إلى قاعة أخرى، بحيث أنك إذا توغلت فيه ولو قليلا من المستحيل أن تجد طريق الخروج مرة ثانية. لكن كيف يدخل السجناء إلى هذا السجن وهو لا يملك باب؟ تم بناء هذا السجن تحت الأرض، وتم تصميم فتحات في السقف حيث يتم رمي السجناء والطعام من هذه الفتحات، فلهذا يعتبر هذا السجن بمثابة السجن المؤبد. هناك بعض الروايات التي تقول إن المولى إسماعيل جعل للسجن مخرجا واحدا في مكان ما، والذي يجده هو حر طليق، ولكن مع الأسف لم يعثر على هذا المخرج أي سجين. حاول الكثير من المغامرين والمستكشفين دخول هذا السجن وكشف الغازه، ولكن دون جدوى. وكانت واحدة من هذه المحاولات لفريق من المستكشفين الفرنسيين. عندما قام هذا الفريق في التسعينيات بتحضير كل الأدوات اللازمة والتجهيزات لدخول أغوار السجن، فكانت النتيجة مأساوية، فقد اختفى الفريق ولا يزال مصيرهم مجهول إلى يومنا هذا. بعد هذه الحادثة قامت السلطات بأغلاق السجن بجدار إسمنتي، وتركت قاعة واحدة فقط للسياح. وتتطابق الروايات التاريخية في التأكيد أن هذا السجن التاريخي ليس سجنا تقليديا، لأنه لا يتوفر على أبواب ولا نوافذ ولا أقفال أو أغلال أو قيود، فهو عبارة عن متاهة كبيرة تحت الأرض لا تعرف مساحتها. وتقول الروايات إن فوق السجن كانت هناك قاعة يستقبل فيها السلطان المغربي سفراء الدول، ويتفاوض معهم في شأن إطلاق سراح معتقلي بلدهم، دون أن يدركوا أن هؤلاء موجودين تحت أقدامهم في دهاليز وممرات لا نهاية لها. ويقول سكان مدينة مكناس المغربية أن سجن قارة مسكون بالجن والعفاريت، وأنه ملعون، والذي يدخل إليه لا يرجع أبدا، ويظل سجن قارة لغزا غامضا ومثيرا للرعب، حيث لا يزال مصيره مجهولا حتى يومنا هذا. والسؤال، هل لديك الجرأة لاكتشاف ودخول هذا السجن؟ أخبرنا في التعليقات. إذا أعجبك هذا الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك جديد. قناة جزيرة العجائب.